أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والدولية. وقبل هذا نأخذكم في جولة وأهم العناوين. نقرأ في عربي 21: حقوقي فرنسي يقول ماكرون قد يجر العالم إلى حرب دينية. في الشرق الأوسط، أكثر من 1100 وفاة من جراء كورونا في أمريكا خلال 24 ساعة. في المدى، البرلمان يعتزم إعادة مجالس المحافظات إلى الخدمة. في ألترا عراق، العراق يسجل أعلى نسبة شفاء منذ تفشي جائحة كورونا. في العربي الجديد، مؤشرات مواجهة تقترب بين أربيل والعمال الكردستاني. في الصباح الجديد، العراق يسعى إلى تمديد خفض إنتاج النفط للحفاظ على الأسعار. وفي اليوم الثامن، وزير خارجية إيطاليا السابق يقول إن إيران الدولة الإرهابية الأولى في العالم. حول الحراك الشعبي العراقي وما آلت إليه ثورة تشرين، يتحدث الكاتب محمد البسفي في مقالة جاء فيها: يرى البعض أن انتفاضة تشرين التي حملت شعار نريد وطن تتعرض حاليا إلى تحديات جمة نتيجة محاولات الاحتواء وتفتيت إرادتها بضرب المحتجين والتفريق فيما بينهم وإسقاط شعاراتهم وإحداث انشقاق بين قياداتهم، إذ يرجح بعض الناشطين ممن رفضوا الانسحاب من الساحات بأنهم يواجهون حملة اختراق منظمة ضدهم. انتفاضة تشرين، استراحة مقاتل أم أصبحت أثراً بعد عين؟ شهدت بداية الأسبوع نبضاً قوياً للحراك الثوري العراقي، رغم آلة العنف الممنهجة التي تقودها قوات الأمن ضد التظاهرات وحرق خيام المعتصمين وفتح الساحات والميادين بالقوة، فضلاً عن ما تعانيه الانتفاضة التشرينية بالأساس من ضغوط قاسية تمارسها الميليشيات الطائفية والمسلحة عليها من تهديد لنشطائها وخطفهم وقتلهم في وضح النهار. رغم كل ذلك، تجمع عدد من المتظاهرين في ساحة طيران ببغداد بعد إجبارهم على إخلاء ساحة التحرير، في حين شهدت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق الأحد الماضي صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية على خلفية محاولات فض الاعتصام هناك. وشهدت ساحة البحرية في البصرة ليلة السبت الأحد صدامات واسعة مع عناصر الأمن بعد رفض المحتجين مغادرة الساحة التي قررت القوات الأمنية إنهاء الاعتصام فيها، واستخدمت قنابل الغاز لتفريقهم ما تسبب في تسجيل حالات اختناق في صفوفهم، كما أحرقت العديد من خيامهم. وهكذا تستمر الانتفاضة الشعبية في مدها وجزرها، تقاوم ضغوط أشباح ووحوش تطارد أحلامهم في بناء عراق جديد يمنح العزة والفخار لكل مواطنيه. ولأنها انتفاضة شعبية اختارت لنفسها هدفاً ضخماً يكسر كل الخطوط الحمراء لسياسيين جبلوا على الإدارة بأساليب مافياوية، فهي تعاني من مشاكل يجب تخطيها للوصول إلى الهدف الكبير. ويضيف الكاتب: ولكن الاختراق أو الاحتواء ليس كل أدوات الثورة المضادة بكافة مكوناتها، سواء كانت ميليشياوية أو حكومية، لإجهاض نبض الانتفاضة التشرينية الشعبية. فقد اعتاد العراقيون مع كل منعطف في حياتهم السياسية أن تثير أحزاب السلطة قضايا جانبية تشغل الرأي العام عن قضاياه المهمة. الآن إلى صحيفة المدى، وفي مقال منشور في المدى يقول الكاتب حسين رشيد، تناول في مقالته المرتقبة أو ثورة تشرين، في مقالة جاء فيها: نجحت الاحتجاجات التشرينية في إيجاد مكون اجتماعي جديد يمكن أن يطلق عليه التشريني. هذا المكون يختلف عن بقية المكونات وخصوصا المذهبية. هذا المكون حر غير مستعبد بالمال أو الدين، واعٍ وعقلاني يؤمن بالوطن والمواطنة، مكون سيكون له الشأن الأكبر في إعادة ترتيب الداخل العراقي
وإعلاء روح المواطنة، وهو يستمد كل ذلك من ساحات التظاهر التي قدمت نموذجاً نادراً في التآزر والتكافل المجتمعي. حراك تشرين فرحة وطن وعودة منتظرة. يحاول أعداء تشرين تصور انتهاء الحراك الجماهيري بهزيمة الشباب، وهم يعيشون أقصى الهزائم السياسية والاجتماعية والوطنية والأخلاقية، يعيشون في أجواء الخوف والرعب من أي لحظة يعود فيها تشرين بشبابه وفتيته وشيوخه، يعيشون الوهم أن الحراك الجماهيري انتهى، غير مذعنين أن لحظة الانسحاب إذان بمرحلة جديدة من نضال شعب عنيد سقطت بلاده بين فكي الإرهاب والفساد، وما رفع الخيم إلا رسالة على أن الاعتصام لم يعد ينفع أو يجدي مع هكذا نظام سياسي. هذا الانسحاب لا يعني وأد الانتفاضة وانتهاء الاحتجاجات التي تبلورت منذ 25 من شباط 2011 بتظاهرات شبابية مارست حكومة المالك الثانية ضدها شتى أساليب القمع والترهيب والتخوين، لكنها عادت واتسعت في 2013 وبقوة مضاعفة، وعادت الحكومة ذاتها التي أضاعت ثلث البلاد حين استولى عليها داعش تمارس مهمة القمع لكل صوت مطالب بحياة كريمة. نضجت التظاهرات في 2015 وحينها كان شعارها باسم الدين باجون الحرمية، أشبه بالزلزال في مسامع القوى الحاكمة والمتحكمة، ما دعاها على وجه السرعة إلى لملمة أطرافها ومحاولة اختراق التظاهرات، وللأسف نجحوا بذلك واقتدت التظاهرات إلى منصة الإعدام. لكن التظاهرات رجعت بقوة عام 2017 حتى حانت ساعة تشرين، والتي من خلالها أوجد شباب تشرين تعريفاً جديداً للشرف الوطني. ويضيف الكاتب: سيبقى حراك تشرين الاحتجاجي والتظاهر السلمي والانتفاض المجتمعي سيبقى علامة فارقة في تاريخ البلاد وذاكرة الأجيال، ويبقى الشباب التشريني ومن معهم من قوى الشعب الساندة والداعمة يتذكرون بكل فخر وشرف قائمة طويلة من المآثر والبطولات والتضحيات التي قدموها للبلاد دون التفكير بمقابل، فهم يريدون وطنا يعيشون فيه بكرامة وعدالة ومواطنة، يريدون حياة آمنة ومستقبلا أفضل لأبنائهم وإخوتهم. الآن إلى هذا المقال المنشور في ألترا عراق تحت عنوان التدهور السياسي في العراق، تناوله الكاتب رعد أطياف، وجاء فيه: ما يحدث في العالم لا يحدث عندنا بالضرورة، فالنماذج مختلفة تماما، إن تردي الوضع وسرقة المال العام وضعف المؤسسات لا يعني نهاية الطبقة السياسية الحاكمة في العراق. رهانات مستعجلة. الرهانات المستعجلة تقودنا إلى حقيقة مفادها إن السلطة في العراق فاقدة للشرعية، ما يعني وقوفها على أرض هشة، ويستتبع ذلك انهيارها السريع لأنها لا تحظى بتأييد شعبي من قبل العراقيين، فمن يفقد حاضنته الشعبية مصيره الانهيار والانكسار، ومن يستمع للأحاديث اليومية لمجمل العراقيين وبالخصوص ما يسطرونه من أحلام في الميديا سيصل إلى حقيقة أخرى، وهي أن الحكومة في العراق ما لم تعثر على التأييد الكافي فمصيرها السقوط المدوي. يمكن اعتبار هذا الرهان من قبيل التفاؤل المفرط الذي يستند على استنتاجات لا تصدقها الوقائع التاريخية. إن هذه الرهانات المستعجلة تستند إلى حقائق مفصولة عن واقعنا العربي والعراقي على وجه الخصوص، ذلك أن واقعنا السياسي مفصول تماماً عن واقعنا الاجتماعي، ولا يقيم وزناً لهذا الأخير، بمعنى أن الحكومات العربية مقطوعة الصلة عن مجتمعاتها بشكل عام ولا تقيم لها وزناً في الممارسة السياسية. المجتمع في واد والسياسيون في واد آخر، فنحن لسنا في أوروبا الغربية أو أمريكا إذ يمكن لحادثة بسيطة أن تطيح برئيس الحكومة، أما في بلداننا لو سقط نصف الشعب فستبقى الحكومة منتصرة وتتغلب على كل المؤامرات الإمبريالية. لذا من هذا وغيره نقول علينا أن نحلل واقعنا من داخله وطبيعته لا من خارجه، ونحلل واقعا لا يشبه واقعنا. ويضيف الكاتب: الأمر ببساطة شديدة على هذا النحو،
سخط ونفور شعبي عام وفقدان الصلة بين الناخب وممثليه، لكن هذا لا يعني شيئا على الإطلاق. أن يسقط 800 شهيد وعشرات الجرحى في احتجاجات سلمية وتستأنف الحكومة وظائفها السياسية الروتينية دون أن يرمش لها جفن، ولم تفتح أي تحقيق حول هذه الجريمة الجنائية المرعبة، فلا يحدث مثل هذا إلا في بلد مثل العراق. إلى صحيفة العربي الجديدة الآن، وفيها مقال بعنوان وقفات مع ثورة تشرين، تناولها الكاتب عبد اللطيف السعدون في مقالة جاء فيها: عندما يتراجع الثوار وتنتكس راية الثورة، لا يكفي إبداء الأسف ولا الحزن على ما حدث، وإنما يجب البحث عن هذا المنعطف أو البحث عند هذا المنعطف عن فعل أكبر. نتابع المزيد. عن ثورة لم تنهزم ولم تنتصر، كيف انطفأ وهج ثورة شباب العراق بهذه السرعة؟ كيف تداعى هذا الزخم المهول الجامع للناس وللأمكنة وللطموحات مرة واحدة؟ هل انهزمت الثورة وسقطت بين أفواه الأفاعي وأسقطت براءتها الأولى من دون أن تنال شيئا؟ كيف إذن تحولت ساحات الثورة إلى صراعات بين مجموعات بدت متفرقة مختلفة وحائرة؟ هل تواطأ بعض الثوار مع خصومهم؟ وماذا كان الثمن؟ ومن ربح ومن خسر؟ كيف استطاعت الثورة المضادة أن تدخل لاعباً ذكياً في الساحات؟ وهل هزمت حقاً القوى الداعية للتغيير؟ كيف استطاعت الطبقة السياسية التي قامت الثورة من أجل تغييرها أن تحتفظ بمواقعها وتتمترس وتهزم الثوار فجأة ومن دون مقدمات؟ كيف ترك الثوار الساحات ومن دون أن يستعيدوا الوطن الذي أرادوا استعادته؟ هل تراجع الرجال الطيبون عن الدفاع عن الفقراء والمحرومين الذين لم يمكنهم الدفاع عن أنفسهم؟ كيف صمت المطعم التركي وأقفرت الساحات المحيطة به؟ وماذا عن صرخات الشهداء 700 والجرحى والمعوقين الذين تجاوزت أعدادهم 20,000؟ أسئلة تشبه وخزات السكين التي تخترق القلب صارخة بسوء الحال. إنها أزمة لا كالأزمات أن تتوقف الثورة أو أن يهادن الثوار أعداءهم، وقد قيل إنهم استسلموا، وقيل إنهم تعبوا ففضلوا أن يستريحوا قليلاً، وقيل إنهم تراجعوا خطوة ليتقدموا خطوتين. يضيف عبد اللطيف السعدون: في خضم هذا كله تظل ثمة بقية أمل يحملها شباب رفضوا التراجع والهزيمة، ومعهم يمكن الحكم بأن الثورة لم تنهزم بعد، لكنها في الوقت نفسه لم تنتصر. الآن إلى صحيفة القدس العربي، وفي مقال بعنوان الصراع الانتخابي بين ترامب وبايدن، تناوله الكاتب فايز رشيد في مقالة جاء فيها: ما زال ترامب يصر على أن بايدن دخيل على السياسة، رغم أنه أمضى 4 سنوات في البيت الأبيض و36 عاماً عضواً في مجلس الشيوخ و8 سنوات نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ملاحظات على الانتخابات الأمريكية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهج سياسة خارجية عنوانها أمريكا أولاً والتشدد في سياسة بلاده الخارجية، كما اتخذ مواقف تتلائم بالكامل مع المصالح الصهيونية جملة وتفصيلا، فاعترف في خطوة منفردة أواخر عام 2017 بالقدس الموحدة بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، وقام بنقل السفارة الأمريكية إليها، كما أنه أوقف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وحاول الضغط على الدول الأخرى لوقفها عنهم، حيث أن السلطة الفلسطينية باتت تخشى من دعم أمريكي لإسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، هذا إلى جانب ضم الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية التي تحتل ما يزيد عن 60% من مساحتها، كما ضم أراض أخرى لتكون تحت السيادة الإسرائيلية المطلقة. من جهة أخرى، فإن المترشح الديمقراطي بايدن مخضرم في السياسة وهو متحدر من الطبقة الوسطى، وقد أمضى 36 عاماً عضواً في مجلس الشيوخ و8 سنوات نائباً لأوباما، وقد فرض بايدن نفسه في الانتخابات التمهيدية لحزبه مع رسالة بسيطة تقوم على إلحاق الهزيمة بدونالد ترامب، وطوال الحملة الانتخابية
جعل من فشل ترامب في معالجة وباء كورونا الذي سعى دائماً إلى التخفيف من أهميته وصولاً إلى إصابته بالفيروس ودخوله المستشفى مطلع تشرين الأول، وقد خرج بعدها ليقول: لقد شفيت وأصبحت لدي مناعة. فايز رشيد يضيف في مقاله: لقد تميزت هذه الانتخابات بالإقبال الشديد من الناخبين، فقد توفد عشرات الملايين منهم إلى مراكز الاقتراع للاختيار بين ترامب وبايدن في انتخابات رئاسية تاريخية لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل، وسط انقسام حاد بين الشعب الأمريكي. ختم المقالات مع صحيفة الشرق الأوسط، وجاء فيها مقال بعنوان: الانقسام الأمريكي الذي تزامن مع اشتداد حمى الانتخابات، تناوله الكاتب سمير عطلة، وجاء فيه: كل الأشياء والمقاييس تغيرت معه وصارت تشبهه بدل أن يشبهها، بينما كان نصف أمريكا يستهجنه كان نصفها الآخر يلحق به، وبينما كان رؤساء أمريكا يلقون الخطب عن سياساتهم حول كل السياسات الداخلية والخارجية إلى تغريدات مقتضبة على تويتر أحياناً بأخطاء إملائية. فوز الانقسام. لم يحدث مرة أن انقسمت أمريكا على نفسها وانقسم حولها العالم كما يحدث اليوم، كأنما خرج الأمريكيون جميعاً للاقتراع، وكأنما العالم برمته جلس ينتظر النتائج. لم يترك دونالد ترامب أحداً من دون استنفار معه أو ضده. الحياد ممنوع. هذه أكثر مرة يحضر فيها الشخص لا البرنامج، والمرشح لا الحزب. ولم يترك ترامب أحداً ينام حتى جون نائم. قام وخطب وغنى ورقص وزعق وهدد وضحك. وكان الروائي فيليب روث يقول إن معرفة ترامب باللغة لا تتجاوز 97 كلمة، وقد استخدمها كلها، زائداً حركاته وإيماءاته ولغة الجسد الذي تشبه مصارعي السومو اليابانيين. حتى كورونا حوله من مرض مرعب إلى جزء من العرض الانتخابي. ومقابل هذا الفوران الدائم كان هناك سبعيني آخر يخوض معركته بهدوء، طارحاً شعاراً واحداً هو سياسات ترامب. هذه المرة حولت أمريكا مهرجانها الانتخابي المألوف إلى مهرجان غير مسبوق كلفها 12 مليار دولار. الرجل هو الأسلوب، يقول الفرنسيون. دونالد ترامب تجاوز كل الأساليب، رفض مصافحة سلفه ورئيس أمريكا باراك أوباما، وخاطب منافسه مثل عامل الحديقة، وتعامل مع السياسة الأمريكية كأنها مجرد لعبة جولف أخرى في نادي فلوريدا. وكل ذلك كان يزيد عدداً كبيراً من الأمريكيين إعجاباً به، ويزيد العالم أجمع ترقباً لخطواته التالية. أبقى جميع المسؤولين في العالم قنواتهم مفتوحة لكي يعرفوا نتائج ترامب. في مقاله يضيف سمير عطلة: لن تعود أمريكا إلى ما قبل ترامب، لقد وضعها ووضع العالم معها على رؤوس أصابعها. لا أحد يمكن أن يتوقع ما سيقول أو ما سيفعل، لا حزبه ولا خصومه. وذهب إلى ألد أعداء أمريكا في كوريا الشمالية وحياه قائلا: يا صديقي العزيز. قال باحثون إن بإمكان الخفافيش التنبؤ بالمستقبل القريب، وذلك خلال دوريات الصيد للعثور على طعامها عبر نماذج تنبؤية عفوية ترصد من خلالها فرائسها. وتمتلك الخفافيش القدرة على حساب المكان الذي سوف تتجه إليه فرائسها حتى لو كانت محجوبة خلف أي عوائق كالأشجار مثلاً. والنتائج، وذلك عبر الصدى الأكاديمية أو منشورة في الصحيفة، في منشورة طبعا في الأكاديمية الدولية للعلوم، وتعتبر أول دراسة متعلقة بحاسة السمع في إطار النماذج التنبؤية لحركة الحيوانات. وتقول سينيثيا إف موس، المؤلفة الرئيسة للدراسة وعالمة الأعصاب وأستاذة العلوم النفسية والدماغية، إن الأمر يشبه لعبة التنس، وكيف يتوقع اللاعب أين ومتى سيضرب الكرة، فإن الخفافيش أيضاً تتوقع أين ومتى سوف تصل الفريسة إلى نقطة معينة لتصطادها فيها. وتابعت: الخفافيش تطير والفريسة أيضاً تطير، وفي هذه البيئة سريعة التغير لا يمكن للخفاش أن يعتمد على الصدى فقط،
وإلا سيفقد فريسته. ودحضت النتائج الجديدة دراسة أجريت في الثمانينيات قالت إن الخفافيش لا تتوقع مكان فرائسها. قالت المشاركة في الدراسة أنجلس ساليس إن مسألة التنبؤ مهمة، لأن الحيوان يجب أن يخطط مسبقا ويقرر خطوته التالية. إلى الكاريكاتير الآن. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. ظلوا دائما بكل خير، إلى اللقاء.